الرسم الأول؟ ها؟ بحديقة سبرينغ بانك بارك في كندا. دي هاي تزيل براس البيضة. الريحة في فصل الصيف يحلو المناخ وتصفو الطبيعة، ولو أننا نشوف بعض الغيوم هنا، ولكن بشكل عام الجو رائع. تقترب درجة الحرارة من 30، يعني ربما 25 إلى 30 درجة مئوية. البط في كل مكان، نلاحظ هناك وزة واحدة باللون الأبيض فقط، وهذا شيء مميز. هناك أيضا نوع آخر من البط، هل ترون؟ مكان جميل جدا وبسيط أيضا، لمن يعشقون البساطة في الأشياء. نقترب أكثر من البحيرة أو السبرينغ الذي هو باسم الحديقة. نلاحظ بعض هنا بطات أيضا. طبعا كأنه هناك تيار يجر هذه المياه إلى مكان غير معلوم. مكان جميل. نراكم فيما بعد.